September 1st, 2020. Right now, 12:37 p.m. This is Konya Beach. Turkey, they say Konya Sahili. يعني ساحل كونيا. مكان جميل جدا رائع. هذا تقريبا كثير جيد. هذا هذا الساحل جدا هاي الناس تقريبا هنا في apartment for rent. طبعا ماي البحر يعني بصراحة كثير من الأمراض يوخرها من الجسم، ونفسيا الإنسان يرتاح لما ما يسمع صوت البحر وبهدوء. مكان جدا جدا نظيف. This is very clean, very nice and quiet. September 1st, 2020. بحر جميل ونظيف يعني صراحة. More better in Istanbul. They have a large hotel and apartment for rent. عندهم شقق للأجار وعندهم هوتيلات في كل مكان. صراحة هو الماي وصوت البحر يريح النفسية بصراحة.
كونيا بيتش. This is كونيا ساحلي. تركيا they say كونيا ساحلي. يعني بحر كونيا. جماعة جايين من روسيا. سبتمبر 1 2020 سبتمبر 1 2020 الآن الساعة 1 ظهرا في أنطاليا تركيا. أنطاليا تركيا
September 1st, 2020.